بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة اللقاءات المباشرة من الميدان مع الفلاحين والمزارعين، اليوم عندنا لقاء في جنوب بغداد، وراح نلتقي بالأخ الدكتور عدنان الصيف، وإحنا حاليا في الأرض العائدة إليه، فراح يتفضل ينطينا نبذة مختصرة عن مقترحات المشاكل اللي يواجهها الفلاح. راح يتحدث عن محاور محددة من أجل تطوير القطاع الزراعي وتنشيط هذا القطاع، وما هي المشاكل اللي تواجه هذا القطاع من حيث موضوع المياه، موضوع البستنة، موضوع التجهيزات الزراعية، موضوع الاستثمار الأمثل، الأنظمة الحديثة في الزراعة، وموضوعات الطاقة المتجددة. فانتظرونا مع الدكتور عدنان. اهلا وسهلا دكتور عدنان. وعليكم السلام يا عيني. وعليكم السلام، حياك الله دكتور عدنان. احنا اليوم الله يسلمك، كل عام انت بخير صحه وسلامه، يرد علينا وعلى امه محمد ان شاء الله بخير. حياك الله حياك الله. انا اشوفك الكرك مالتك وياك. والله مو كرك، بس هي الفلاح ذبه هنا، بس هي معاناه. نعم اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام. احنا نبدا بالمشكله الاساسيه، هو الانسان في هذا الوقت حاليا يعني مشكله. نعم. حقيقيه بازمه مع البيئه هي اللي تضم المياه والهواء والكائنات كلها، اللي العناصر اللي تابعه للارض يعني حقيقه، يعني مثل الطيور والحيوانات والهاي. وتدري الانسان يعني منذ الازل يعني صراع مع الحياة، وفي نشاطه الاجتماعي والثقافي والإنتاجي، وأبدع حقيقة أبدع منجزاته جعلت أنه يستحق أن يكون خليفة الله في الأرض. نعم. فحاليا دا مع الخطط اللي موضوعة الأزمة اللي نعيشها هسه حاليا مع البيئة وخصوصا المياه وتلوث. تحب نتمشى وسولف؟ يلا ماشي نتمشى. تفضل. إيه. أكمل. يعني المعاناة اللي عشيناها احنا حقيقة ما عانيناها سابقا، يعني للأمانة من ناحية التصحر هو مصطلح التصحر هو فقدان الطبقة البيولوجية. نعم. للتربة، وهاي تؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية، يعني ضعف القدرة هو سبب ترك الزراعة، يعني إهمالها، الاندثار، وهذا مثل ما قلت لك. فهسه الانسان حاليا المزارعين دا يعيشون صراع قوي، ويتحملون الالم والضيم في داخلهم، عندهم عوائلهم ومستقبلهم. مو بالهين على الفلاح ان يفقد ارضه او يهاجر. وحقيقه هسه اكو فلاحين اليوم جونا على ايجار هاي الارض، قلت ما اقدر لان عندي فلاحين، لان هاجروا. نعم. الجنوبيه اجوا لهنا هاي مناطقنا احنا باعتبار يعني اكو مي بس نسبه قليله برشين، بس اللي ورانا منك ما يحصلون مي حقيقه. نعم. في المشكله هسه الاساسيه احنا من ننتقد، مو قصدنا احنا نريد ناخذ مكان الاخرين او غيره. الحمد لله احنا عشقنا الزراعه وابدعنا وحصلنا شكر وتقدير وسجلنا بصمه تاريخيه امام الله وامام اهلنا، وهذا شرف لابنائنا. الحمد لله. في المشاريع الدواجن والاسماك وفي محطه الابقار، وانت تدري الصراع اللي عشته في محطه الابقار. انا كنت اتوقع حقيقه عن المبادئ اللي طرحوها مع المبادره الزراعيه، توقعت اني راح يعني اشاده وتقييم وتقدير طلاب الدراسات العليا، جامعه انبار وجامعه بغداد، كلهم من 22 طالب تخرجوا منا. بتشذب، ماكو احترام وتقدير. تروح الى دوائر الزراعه وكأن انت تتاخذ روحه، تروح الى المصرف الزراعي. اي نعم. المصرف الزراعي دا ينتقدك، ليش تخلي طلبه الدراسات وياك؟ وعانينا ما عانينا، وكلهم اتفقوا على موضوع. زين دقيقه، خلينا نتداخل وياك بهذا الموضوع. نعم. يعني انت كانت عندك محطه الابقار،
اللي بال 2018 اعتقد صورناها. 2018 احنا سوينا عليها تصوير في وقتها. يعني هل انه يقصدون بموضوعة الموافقات الرسمية حتى الطالب مثلا يقدر يكمل موضوع البحثي، ام يعني شنو المشكلة كانت؟ تربية حقيقة. احنا الهدف اللي هو تحسين القطعان اللي موجودة، جبنا الابقار. لا اقصد انا على المعوقات اللي واجه. المعوقات هي مشاكل دا اقول لك الكادر اللي موجود على مستوى ادارة وزارة، يعني انا ما اقدر احمل اكو كادر فني في وزارة الزراعة حقيقة تعاطف، واكو امور اكو نسبة خطأ بس مقبولة، بس المشكلة كانت من عندنا. يعني خلينا نتمشى على مساحة أرضك كبيرة، قسم من دوائر ما شاء الله وخصوصا حتى نطلع عليه. نعم، المشكلة الأساسية بالمصرف الزراعي، اللي المصرف الزراعي يعتبر الشيران الوحيد للتمويل للزراعة كتمويل. المصرف الزراعي يعتبر الشيران الوحيد للزراعة، هذا اللي احنا شفناه وتعاملنا وياه. أنا ضمن المناطق هسه الإحصائيات وتحدثوا بها مديرة المشاريع الكبرى، قالت الوحيد أنت أنشأت محطة وشغلت محطة وصلت. يعني بس خلينا أستوقفك هنا. يعني هو المصرف الزراعي هو جهة تمويلية لأي مشروع زراعي، صح لو مصر؟ نعم. شنو أنت من تقدم يعني معاملة رسمية أصولية تطلع عليكم كشوفات غير يفترض هيجي؟ جهات فنية، المدير المصرف الزراعي. اسمح لي أستاذ، مدير المصرف الزراعي يقول شنو الجهات الفنية؟ احنا تابعين وزارة يا بس جهات فنية دا تقدم لك تقارير. انت من اعطيتني قرض مبلغ 280 مليون وانا جبت ابقار هولشتاين من المانيا، زين بعد سنة اعطيني مجال. يعني احنا مصدر زين هنا مو هي اسمح لي هنا يعني عملية القرض وعملية استرداد القرض اكو وفق شروط المصرف واضعها، وانتم عليكم تنفذون ضمن الفترات الزمنيه المطلوبه. الزراعه بس قلت لك الخلل دكتور بالنسبه هسه انا جاي اشوف عندك ارض زراعيه ما شاء الله خصبه، بس يعني اول مره نزرع. دا اشوف هذا شنو زارعينها؟ دخن؟ دخن وش نعم. اسمها ولا علف للحيوانات؟ نعم علف للحيوانات. هاي اول مره تزرع، كانت متروكه. ايش قد من الارض الزراعيه كلها اللي عندك؟ تقريبا 60 دونم. 60 دونم تمام. هاي ايش كم دونم هسه اللي احنا واقفين بيها؟ هاي ايش قد تطلع؟ هاي 15. هاي هسه المزروعة دخن؟ لا هاي 5 دونم. هاي 5 دونم. وهاي اللي بيها القصب؟ ذيك 10. واللي هاي بعد القصب؟ هذا برسيم حصدناه. وهاي اللي بعد القصب؟ وينها؟ هذا اللي قدامنا هسه؟ لا هاي بديت المحطة هناك. ها المحطة. المحطة زين. خلينا ابصل بالموضوع وابصل بالمشكلة. هسه انت عندك ارض زراعيه، الارض الزراعيه نقدر نقول عليها ارض بور، يعني ما مستغله استغلال صحيح. كلها مستغله بس هاي اول سنه. زين خلي كلها مستغله، هذا برسيم وهذا. ها والله. يلا خلينا نتمشي عليه ونسولف. زين شنو المشاكل اللي تواجهك وتواجه الفلاح بشكل عام بموضوع القطاع الزراعي؟ يعني انت هل ببالك مشروع معين، او عندك مشروع وفشل، او عندك مشروع ما قدرت تكمل ويا بالمشوار؟ يا اخي قلت لك يعني المشاكل تواجه هاي، حتى نتحدث بشكل عام حتى تصل الرساله. نعم الفلاح دا يعاني الامرين، دا يزرع وتدي هاي الظروف صاعد نازل سعر السوق وغيره، والاستيراد هجم بيته ما خلاه يجيبهن منا ويعطيهن الابقار، يصدر اول وجبه ثاني وجبه وانتهى. شاله هذا الفلح اللي يمي هسه ميتين من الجوع حتى ملابس ما عندهم. زين فالمشكله المفروض ينظرون الى الفلاح نظره، يعني قصدك دعم المنتوج الوطني، دعم الانتاج الزراعي المحلي. يا اخي بس مو اكو، شوف اكو هنا يعني احنا لانه ما عندنا ديمو. شوف هذا الموضوع اكو بيه مشكله، احنا الانتاج الزراعي على مستوى مثلا المحاصيل الخضر اللي هي تحتاجها العائله بشكل يومي، مرات نمر احنا من الناس نمر بظروف انه يا اما ترتفع اسعارها بالسوق او تنفقد لانه بسبب الظروف المناخيه القاسيه، وانت تعرف هذا الشيء، فلازم يصير اكو توازن، لكن هذا التوازن عاده ما يكون على حساب الانتاج المنتوج المحلي من المحاصيل بنسبه 100%. انت شو تقول على هذا الكلام؟ اخي انا عندي مبدا
الفلاح يجب ان يحافظ على استقراره. بالضبط. هاي نقطه مهمه. صحيح. المفروض اللي عنده فرص استقرار السوق صاحب المسؤوليه القانونيه والشرعيه يجب ان يحافظ على الفلاح من اختلال التوازن. عقاره ماتت، زرعه مات، اختلال التوازن الاقتصادي، السوق صاعد نازل، ما يحصل شيء، يركض يلطم. هسه هاي المواضيع معروفه للجميع. زين انت شنو مشاريعك؟ شنو تطمح؟ أنا أطمح أكون الصين سياسة زراعية، الاهتمام بالفلاحين رغم هسه الظروف، بس نسأل الله أن شحة المياه لازم تعالج، ما ممكن. شلون بنظرك؟ لازم تعالج. خلينا نجي على هذا الموضوع. إيه لازم سياسة زراعية، أكو رجال ميدان يطلعون مثل قبيل، تشغيل هسه أكو بيانات كاملة المفروض تتحدث عن المساحات الزراعية، عن مشاريع الدواجن، على المشاريع الابقار، على المشاريع الاسماك. هذا الشيء حاليا ما تاخذ البيانات، هذا ما قاعد يصير. هسه على مستوى، اصبر لي هسه على مستوى قضاء المحموديه 1360 مشروع دواجن مجاز، ماكو شغل. السبب ليش ما فعلت البرنامج الوطني السبب لهذا العالم؟ خلينا نجي على هاي الفقره. نعم. هاي مهمه جدا. نعم قلت 1630 1360 مشروع دواجن احداثيات قبل في قضاء المحموديه، هاي بيانات مال قبل. زين. يعني هسه ما ادري جزء، واحتمال استحدث واحتمال قسم منها انهدم. خلينا نقول حتى لو الف مشروع، هاي الالف مشروع ايش قد نسبه المشاريع المشتغله او المشغله بالوقت الحاضر برايك؟ نسبه يمكن 3%. 3%. السبب اذا اكو معوق رئيسي مشترك. نعم. اكو اريد منك تبين لنا السبب وش تقترح على الدوله. انا يعني خلي نكون شخص المشكله ونلقى الحل. شخص المشكله، اكو برنامج وطني قبل 2003 اللي هو حتى لو قطيعك مثلا 10,000. زين. لو ينتهي النص يصفى لك 4,000، انت مسدد للدوله وانت مرتاح ومطمئن، مهم محافظه على كرامتك، ما تخسر. لنفرض صارت ظروف عليك كوباء غيره، حالات انتكاسات، ممكن اذا تصل يبقى عندك من ال 10,000 4,000، انت محافظ على كرامتك، انت مسدد راس المال، انت متاخذ بالاجل. يجب ان تسد الدوله وكل المؤسسات. شفت هذا كان يوزعوه على البنك. ليش هسه ماكو؟ ليش هسه الدوله ما تدعم الفلاح بالقروض للمشاريع؟ موجوده. موجوده ولا ما موجوده؟ اخي ما موجوده. هاي اكو مال البنك المال المبادره راحت، وحتى على المبادرة إذا تعطي فلوس ماكو دعم، مثلا كأعلاف أو أسمدة من الزراعية. مو هي اصبر لي، مو اكو فرق بين، بس اسمح لي هنا، الدعم هو أنا فلوس قرض. أخي البنك ما يروح يجيب لك علف. شو اللي يجيب علف؟ بس اسمح لي، هو هنا اكو مكمن، خلينا نقول فجوة. الدولة من تنطيك فلوس، يعني خلينا نقول مثلا البنك المركزي أنطاك دعم، البنك المركزي ما مسؤول بيك انه يروح يأمن لك اعلاف. زين القطاع الخاص وين؟ القطاع الخاص الشركات اللي مختصه بتأمين البذور والاسمده. خلينا نشخص هاي الحاله. خليني اقول لك، هسه رح تضرب لك مثال. زين. انا استلمت ابقار. زين. ايش قد الابقار هن ب 300 مليون؟ عوفنا من السعر مالهم. اسولف لك 208 حسبه البقره بايش؟ بسته. زين. اخي هاي الابقار معمل كامل، تريد علف. المفروض اقلها مثل قبل الخالات يعطونا الخاله. من هو هنا؟ لا تقول ينطونا، منهم شخص؟ شنو؟ حد وزاره الزراعه اتفاق ويا وزاره التجاره. ويعني منو كان يجهزكم التجهيزات الزراعيه؟ عن طريق يعني هم اتفاق برنامج بيناتهم، وزاره الزراعه وزاره التجاره، وعن طريق المعامل مال الطحين يعطون. مثلا هاي اقول لك الخاله ما تعتبر علف مركز، حتى الخاله. زين. حتى اصبر لي استاذ سماح، انت لو نوصل رساله، لو جاي نضحك على نفسنا. لا يعني مو اكو امور، احكي حقائق. زين. انا احكي لك ميدان، ما جايب لك هذا الحكي من الشارع السطر. زين. يعني انا مستعد هسه 10 ساعات اظل واقف واحكي يعني. زين. يا اخي بدي اقول لك الخاله مطونا نافسونا اللي ما عندهم ابقار ولا عندهم اغنام، هذا فلوس ما ظلت، خسارتي بالشهر 12 مليون. نزلت اخر شيء استقرت 8 مليون. عدا الهلاكات هاي، عدا خسارتي بالعلف وغيره يعني. فانت جاي تقول لازم نحكي اكو كلمه دعم بال، يعني مثلا سعر الخاله مثلا 300، المفروض تتحمل
الدوله 200 250 هذا السعر المدعوم. زين اصبر، هو انا هاي النقطه كلش اريد اوقف فيها. نعم. كلمه دعم، هسه الدوله العراقيه تدعم الكهرباء الكيلووات الواحد على الدوله بكذا دينار عراقي. نعم. للمواطنين قاعد تبيعه بعشر دنانير، هذا موضوع استهلاكي. شوف خلينا نفرزن بين الموضوع الاستهلاكي وموضوع الانتاجي. المشاريع الزراعيه هي مشاريع ربحيه لمو ربحيه، خلينا نجي نفسرها هيك ربحيه، بس خلينا وياك شوي شوي. لازم تخلي بس اسمح لي بس اسمح لي، انت قلبك محروق بس اسمح لي. مجازفه قال 100%. اكو نسبه اكو مجازفه، اكو نسبه مخاطره مو مجازفه، اكو نسبه مخاطره بالمشاريع. زين يعني انت قصدك انه تريدون يعني اصحاب المشاريع تريدون من الدوله انه تدعمكم والدوله تتحمل جزء من طبعاً التكلفه؟ هذا البرنامج. زين شنو فائده كل الدول؟ شنو قيمه الخاله او العلفه وشنو سبب هلاك الابقار؟ يعني صح هو ادائها مو استيرادها خطا، مو هدفه اقتصادي، هدفه ربح. يعني هذا الموضوع اللي وقعت فيه انا المشكله مالتي. زين المشكله ما بس هسه خلينا نقول المشروع انتهى وخسر. زين لما اكو بدائل، يعني مثلا انت عندك حقل واكو لان يعني الابقار الفريزيان يعني لها ظروفها البيئيه الخاصه، درجات الحراره ونوع الغذاء توفر المي، ما فكرت انه مثلا تستبدلها ب خلينا نقول عجول محليه، تربيه عجول لحم خلينا نقول، وهاي تتحمل الظروف البيئة القاسية، حرارة والجوع وحتى مقاومة الأمراض أكثر. هذا البرنامج هل إنه هايش أكو مشروع ببالك مثلاً؟ يا أخي أنا كتبت المجلس الوزراء وسلمت الدكتور صالح المطلعي، قلت له هسه بما لنا شغلة بالأسماء، قلت لك أنت حكيت أي أنت تقول ليش بس، قلت لهم إحنا نجيب ثيران وهنا نضربها من الابقار المحليه، طلعنا الجيل الاول زين والجيل الثاني حلو. الجيل الثالث احنا رجعنا وكان احنا حتى كان ما احنا عندنا تربيه الفريزيان مع البيئه بالضبط تتضرب يعني نعم نعم انتقال نعم تجي هاي الابقار المستورده. يعني خلينا نتمشى ونسولف. السنه الثالثه الثانيه الثالثه ممكن تتعود على هالاجواء. انا جربت نعم نعم نعم. موضوعها ثقيل، محطات موضوعها ثقيل. فلما اتحدث لك على سياسه الزراعيه، السياسه الزراعيه اول نقطه يعني هسه اسمح للاستاذ سماح الله يرضى عليك ايه؟ اول نقطه اساسيه المفروض تحافظ شلون على استقرار الفلاح بحيث ما تخليه يهاجر من الارض، مو مساله جاي على اساس جاي لا، بس هو احنا كحضاره العراق هو تاريخ شو بلاد النهرين، بلا الزراعة لا يساوي شيء. يعني احنا معتمدين على الريع، الريع هاي مشاكله صاعد نازل، بس هذا جزء من كرامة البلد وجزء من كرامة وشخصية الإنسان الزراعة. زراعة تقدر تلخص لي هذا كلامك؟ نعم. باعتبارك أنت رجل اختصاصك زراعة والأكاديميين يسمعونك، المسؤولين بالدولة يسمعونك، وهو من باب المعاناة من فلاح عنده علمية وعنده تجارب سابقة كثيرة في من تاريخ قديم. يعني خلينا نقول خلينا نختصر الموضوع حتى نروح على غير فقرة. يعني ايش تقترح على الدولة حتى تفعل موضوع المشاريع الزراعية؟ اقترح على الدولة إذا استاذ سماح حطيني مجال، أول شيء اكو قضية مهمة يشرحوا لها. احنا رجال قانون، أنا صح دكتور الزراعة بس أنا رجل قانون حاليا. المسؤوليه القانونيه والشرعيه، الانسان اما عنده قدره بالمسؤوليه القانونيه، المسؤوليه القانونيه مو هينه، مو كل واحد يتقرب لها. ويجب على المسؤول ان يمتلك فراسه، يعني احنا هاي الظروف اللي هسه مال التصحر وشحه المياه، ليش هو عمليه هينه؟ القائد المفروض عنده حلم واستراتيجيه وفراسه قبل الحدث بست اشهر. هذا صفه القائد. يعني هسه احنا لو مستخدمين هسه انتم ايش تردون؟ منظومه الري، اصبر، منظومه الري بالتنقيط، يعني مثلا خلينا نحكي بالقضايا الفنيه. القضايا الفنيه هي. اسالك بالله، اول شيء نسبه الانبات تكون عاليه بالاضافه الى قله المياه، بدل ما تهدر لك مثلا 1000 لتر تهدر لك مثلا يعني 100 لتر. هسه انت جيت على هسه انت جيت على بيت القصيد. اي بيت القصيد هاي بيت القصيد. خلينا نناقش نقطه نقطه. ايه. خليني أسألك، أنت والفلاحين جانبك يمنى ويسرى وكل المنطقة، نعم، عندكم مشكلة بتأمين المي للزراعة؟
لو المي اعتيادي ومن العالم تركت ارضها هسه العالم تركت ارضها مي ماكو يا اخي ماكو تقول لك اكتفي اذا سمح لي ازرع لي بانيات اعيش اطفالي او لوبيات زين وهاي مشكلة نقص المياه ما ممكن تتجاوز على جارك يعني مشكله هي تخص البلد بالكامل احنا على مستوى فلاحين ايش تقترح شنو الحلول الحلول ما عاد الفلاح بس عينه بعين الله سبحانه وتعالى والدوله هاي منتهين من عندها الدوله ايش تردون من الدوله هو انا هذا اللي اريده يعني مثلا توفر له اجهزه تنقيط بسعر يعني منظومات الري بالتنقيط منظومات الري بالتنقيط منظومات الري زين بسعر مدعوم هو انا كل ما تقول لي مدعوم اقفهم كلمه مدعوم هل انه هنا شويه خلي تكون واضحه نعم. يعني كلمه مدعوم ترى كلمه حيل يعني اشوفها عامه يعني قصدك تريدون انتم الفلاحين تريد والمزارعين والمستثمرين تريدون من الدوله تنطيكم منظومات خلينا نقول مثلا المنظومه اللي تغطي مثلا دونم مثلا 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 احنا خلينا نحكي على مستوى دونم اسمح لي اذا المنظومه اللي تغطي على مساحه دونم مثلا خلينا نقول افتراضا كلفتها مثلا 3000 دولار مثلا هذا رقم افتراضي يعني قصدك تريدون الدوله مثلا تتحمل مثلا 1500 دولار على الدوله تدفعها وال1500 من جيبك لو اللي تردوه انتم انه الدوله تامن لكم باسعار بسعر المنشا يعني بدون قمرق بدون ضرائب على الشركات المستورده هسه الدكتور يقول انا عندي هاي الارض الزراعيه اللي مساحتها 5 دونم مثل ما نشوف منها تبتدي هذه الارض مستعد انه ينطيها لاي جهه تدعمه تزوده بمنظومات ري بالتنقيط ومنظومات ضخ بالطاقه الشمسيه حتى تكون نموذج شجع الفلاحين واخوانا المزارعين المجاورين وممكن انه تكون اشبه بالمركز البحثي يعني هو عنده ارض زراعيه ممكن انه سابقا هو مشتغل في مجال البحوث في مجال تربيه الابقار مع جامعه بغداد والجامعات الباقيه فاحنا طبعا هاي دعوه ل يعني دعوه من الدكتور خصبة. ارض خصبه جدا مثل ما تشوفون يعني شوف الخصوبه مالتها 325 اللي طول مالتها 325 وهذه طبعا شوف هذه التربه مزيجيه ممتازه جدا وهشه جدا مثل ما نشوف يمكن للجهة اللي تدعم المشاريع بشكل حقيقي هو الرجل المستعد يتعاون والإدارة تكون عليك حجي الإدارة تكون عليك يعني إذا عمال ما يطوها شنو يعني قصدي الإدارة تكون مو مشكلة الكادر العمل اللي كادر العمل ما عندي قابلية أعطي كادر العمل تمام كادر العمل المفروض يتحملون يعني كما أنا ممكن إدارة تابع الموضوع بس ممكن الإدارة الفنية تكون بإشرافهم بس لا الإدارة والزرع والقضايا لا هاي أكيد عليك هاي أكيد عليك وقلنا هاي المنطقة أنت زارعها برسيم صح؟ نعم برسيم. هذا البرسيم المن هذا تنطون الحيوانات؟ للأبقار نعم. تمام احنا راح ننتقل إلى مكان آخر انتظرونا طبعا هسه أنا هذا المي هم اللي يستخدمونه للزراعة من غسلت به مي مالح جدا يعني وحتى طعمه غريب جدا ما اعرف يعني ما دكتور هذا ما مو صالح للاستخدام البشري هذا بزل يعتبر صح هو نهر بس لقله المياه بزل تلوث نعم يعني هسه كل ما يقل نسبه المياه بالشط مثلا نعم او الفرات نعم والتلوثات مال المؤسسات اللي هاي جاي يدبون بيه مثل وزاره الصحه وغيرها هاي هذا المصدر ماله منه؟ يزيد نسبه التلوث هي هذا هو نهر بس هسه حاليا يعتبر بزل بس انت عندك هذا الماطور مال الكهرباء؟ لا هذا غاز وهذا كهرباء غاز هذا يعني هسه هذا يعتبر بزل هسه لان ماكو مي بس هو منين مصدره؟ مصدر اللطيفيه النهر اللطيفي الفرات نعم هاي المشكله بسبب شحة المياه صح؟ اي طبعا شحة المياه شحة المياه يعني بالفرات اصلا هذا بزل يعتبر يعني
يعني هذا راي هسه حاليا يعتبر بزل، بس هو اصلا من يجي الماء يطب بهذا النهر. اها بس حاليا يعتبر بزل، يعني هسه المياه الجوفيه بالعكس هي جاي ترجع عليه. هسه لما نسحبه ما يبزل يعتبر. بالضبط بالتصريف مال الاراضي الزراعيه يذب داخل. الله يرضى يعتبر بزل. بالضبط. بزل وري. بالضبط لانه بسبب انخفاض مناسيب المياه الجوفيه. ما شفت نسبه الملوحه. زين هذا القصب ايش عجب ما يتم معالجته؟ نف بس ما يرجع. زين هذا يعني خلينا نقول القطاع الزراعي او وزاره الموارد المائيه مسؤوله على هذا الموضوع. تنظيف جاي طبعا بس احنا نرفع على حسابنا، هذا التطهير على حسابنا. يعني هو التطهير المفترض على منو؟ على وزاره الري. وزاره الري، شو توجه لهم كلمه هنا انت؟ والله هم دائما حقيقه اللي هم ميز، بس هي تجي ماكينه واحنا ننظف يعني على السرعه. هم عندهم مكاين موجهيها على مكانات. هسه هذا مطور مي. ها؟ هذا هسه يعني ضعف الكهرباء في مطار مطاره بثلاثه غطاس. غطاس زين. هسه وين تريد ننتقل؟ نطلع على البستان. نروح للبستان. تمام. البستان والمحطه بكيف. المحطه شنو حال بيها؟ ما بيها شيء، بيها قصب. هذا ما هذا غير بلد يستخدمون للثروه الحيوانيه. المحطة الأخيرة بالبستان، بستان الدكتور عدنان. طبعا البستان ايش قد مساحته؟ 20 دونم. مساحته 20 دونم من نايب دي. هذا شنو التمر مالته؟ تمر برحي وسط عمران وخستاوي وحمراوي. تمام. هواي بأنواع حقيقة. مشكل خلينا نقول. مشكل يعني أنا عانيت ما عانيت لأن تكاليف الإنتاج. خلينا نمشي يعني ونسولف. دائما يعني كل سنة خسارة وكثرة الآفات. لان مكافحه ماكو. خلينا نحكي بالنطاق الضيق، نحدد بالضبط وين المشكله. المشكله تكاليف. هسه خلينا نحكي على التكاليف. اول شيء تكاليف مثلا. تكاليف شنو؟ تكاليف مثلا مال التنظيف. تنظيف تكريب. تقارن مع السعر التمر تطلع انت خسران كل سنه. خسران. ليش؟ التمر غالي ترى مو رخيص. التمر غالي بالنسبه للتكاليف. حجي تمر الخستاوي بيش تاخذ؟ احنا نشتري الكيلو. العام صار وصل 400 الى 500 مقارنه ويا كادر العمل ويا حجي. لا تصير طماع ويانا حيل، ترى التمر الخستاوي هذا اندثر. هاي التمر الخستاوي كلش يعني غالي. حتى ما قمنا نسوي عمليه ترقيع من قد ما يعني مثل ما نقول الخسائر متكرره. ولا سنه استفاديت انا من التمر. اشيله طيل الابقار. ليش؟ كل سنه طيل الابقار. اول شيء ضرب كثره الافات الزراعيه. الافات الزراعيه اللي تصيب النخيل، اللي تصيب العثق، لو تصيب النخله من قلبها. النخله والعثق اكثر شيء العثق. بس شوف نسبه الهلاكات اللي صارت عندي. هذا اللي حارقه يعني؟ هذا هلاكات. هاي الفستان الصغيره. زين. وهذا حتى قلت لك عمليه ترقيع قمت تطل للناس حقيقه كلها مجانا. هذا المطي 20، هذا المطي 50 تسيله. هاي قلت اطور لان ماكو فائده حقيقه. ماكو يعني. انا اقترحت اللي عنده 10 دونم يطول كل دونم مثلا عن طريق وزاره الزراعه والمصرف الزراعي يطول دونم تشجيع. دونم يطول لكل دونم مليون دينار. مليون دينار ولفتره زمنيه. من قصدك هاي المليون كقرض لو شلون؟ قرض لمده 6 سنوات او 7 سنوات. هو يسلمها عود للدوله باقساط. حتى شو يسلمها على ضوء المنتوج مال تسويق التمور؟ هو انت من تعطي فتره زمنيه لمده. شوف انت حجي من نحكي على الدعم، الدوله ما تنطيك فلوس مجانيه، لازم تسددها. فانت ايش تقترح تسديدها؟ يعني شلون يكون؟ اقترح شيء ممكن. المفروض اذا انا لو تقول لي انا هسه مدير مصرف زراعه وتابع لوزاره الزراعه. اي. اطل لفتره 10 سنوات، الهدف منها ان. شنو الهدف؟ الهدف ان يرجع النخل بدل ما النخل تلف كله وراح. اي. اقلها اعاده تقويم البساتين. بالضبط. اعاده تقويم. يعني هذا حلو. هذا مقترح. حلو. لمده 10 سنوات ادعم اشد. يعني قصدك خلينا نقول قسم. حافظ على النخل العراقي. خلي نجيبها بصيغه ابسط، بانه قسم من الفلاحين عندهم اراضي زراعيه. نعم. صح لو مو صح؟ نعم.
الفسائل مرات يضطر يشتريها، صح لو مو صح؟ نعم. معظم الفلاحين ما عنده امكانيه يروح يشتري فسائل، ليش الفسيله مال خستاوي مثلا؟ انت طيتين بلاش. اسمعني هسه عوفك، انت انطيت غيرك ما ينطي. ما ينطي. ليش الفسيله؟ الفسيله البرحي بورقه ونص. زين، الفلاح البسيط ما عنده هيك امكانيه، مثلا اذا يشتري لنا 100 فسيله، يعني هاي بيش يطلعن؟ اي يعني تقريبا مبلغ كبير. المفروض يدعمون. هو هنا شوف هنا هسه عملية تأهيل، إذا تسمح للأستاذ عملية تأهيل هسه هاي المسافة كم واحد ما بس خلينا نكمل النقطة لا نطفر على غير شيء. إذا أنت تقترح على وزارة الزراعة من أجل إعادة تأهيل وإعادة إنشاء البساتين وتأهيلها، بأنه تقترح أنه تصير قروض ميسرة للفلاحين والتسديد مالها يكون على ضوء الحاصل السنة الزراعي بعيد على المدى البعيد حتى يقدر لينتدي النخلة التسديد مالها اي صح يعني صح مثلا 10 سنوات من 7 هذا مقترح سنوات. هذا مقترح شنو المبلغ لنفرض مليون دينار للدونم يعني مثلا سين من الاشخاص يقول انا عندي 4 دوانم اريد ازرعهن نخيل فسائل وراح اخلي مسافات بيناتهم اقدر استغلها مساحات خضار او شيء علف اخضر او غيره حتى نعيد تشجيع زراعه النخيل والغطاء النباتي المختص بنباتات النخيل او اشجار النخيل عفوا بالعراق. هذا مقترح، هذا حلو. زين خلينا نجي على موضوع الاوبئه او الافات اللي تصيب النخيل. ايش تريدون من الدوله انتم الفلاحين؟ المبيدات يعني او مكائن، يعني هسه بدل ما تجي زين احنا من كنا صغار تكريب، اسمح لي اساسا تكريب 4000 دينار، تنظيف 4000 دينار، قصتك التمر 3000 دينار، ايش قد 11000 دينار هو هاي على النخله الوحده. اي والله العظيم مصاريف، انا اقسم بالله ذاك الطاق 15000 دينار للنخله الوحده. خوش حكي. 15000 دينار للنخله الوحده ذي ذاك. هسه راح نروح عليه. لو دوائر الزراعه أو الشركات أو شركة التجهيزات الزراعية تأمن هاي الرافعات مال تلقيح النخيل، يعني مثلا كل منطقة بها وحدة، شلون الحاصودات؟ هسه مو كل فلاح عنده حاصودة صح؟ اكو فلاح في كل منطقة اكو حاصودة، من يصير وقت الحصاد يتنقل من مزرعة إلى مزرعة. يعني قصدك المقترح أنه الدولة تستورد هاي المكائن اللي يستخدمونها بعملية التلقيح النخيل والفلاح هو يأجرها. محافظة بغداد تطت مكائن وتاخذ يعني زين ليش ما تكون على الدائرة الزراعية وتأجرهم الدائرة الزراعية؟ دوائر الزراعة تابعة لمحافظة بغداد مثلا. يعني إذا المقترح باحتمالين وهذا مقترح حلو. أخذوها من جانب غير شغلة صارت، اعطوهم المكائن بس ما استثمروها. هسه عادي نحن إذا يدخل موضوع الفساد هذا ما لنا علاقة، احنا إذا نحكي سياقات صحيحة. الفلاح اللي يشتري يشتري بالضبط مثل الحصودة بالتمام، يعني ماكينة الحصاد مكان صغار مال بستنة مال بستنة بالإضافة بها مكان بالضبط مكان البستنة على مود تقدر تدخل بين أشجار النخيل بالمساحات والمكانات الضيقة. إذا زين خلينا إذا هسه هذا المقترح الثاني الجنابك فيما يخص الآفات الزراعية. هاي مشكلة رئيسية لأن ماكو قبل رش بالطيران. قبل رش بالطيران تتمنون من الدولة أنه تعيد هذا النشاط يعني شو تريد تقول لهم فيما يخص مكافحة النخيل حصرا؟ المعوقات ليش ما دارشون؟ أنا حقيقة ما أعرف لأن أنا مو يعني داخل وياهم ما أعرف. يعني تتمنون أنه الدولة متمثلة بوزارة الزراعة تساعد الفلاح في إعادة النظر بموضوع مكافحة النخيل في الفترات اللي مجدولة عندهم في الأجندة الزراعية أو المناهج اللي هم حاطينها في هذا الموضوع. زين تبني حقيقة جديدة، وضع استراتيجية جديدة بالنسبة لوزارة الزراعة، هي هاي موضوع وزارة الزراعة هذا. نعم هذا موضوع حاطين له مال المكافحة وزارة الزراعة. قبل اللي أنا شفته طيارات مال المكافحة كنا نتذكرها. انا اتذكرها. اي تتذكرها انت بعد شنو؟ اي وشوف زياده انتاج، بدل ما النخله تدبلها مثلا 50 كيلو تدبلها 150 كيلو. صحيح. اي شوف هسه هذا ضعف، هذا ضعف لان النخل يعني هسه انا جاي اشوف قسم من النخل ما منظف وما ملقح مبين
وطالع يعني التمر صاير بشكل طبيعي بدون تلقيح مثل ما اشوف هسه قدامي. وسخ 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 وسخ. اي يعني ما يعني تباوع على هاي النخل. تعال شوف هذا اصل عمران هذا نظيف. بس شنو يعني تعطيه 4000 دينار ما يقتنى بال 4000. يعني قصدك اجور عمل غالية. اجور عمل ما يقتنى يعني. يعني لو اكو حل بديل انه تتوفر هاي المعدات المكنن الزراعيه اللي يستخدمونها بعمليات التلقيح والجني والتنظيف، يعني قصدك تكون افضل واقل تكلفه. يجوز تنميه مستدامه يعني هاي الموضوع مال شكو بيها يعني. هي دوله بعد الانسان كلها عينها على الله وعلى الدوله. دوله المفروض عندها بعد استراتيجي تنظر شلون تنبني البساتين وإعادة تأهيل البساتين. كل هالمشاكل اللي مرت على العراق كلها اندثرت. البساتين تركوها قلعوها. البساتين كلها مقلوعة. هاي بصف كلها قلعوها. زين أنا حافظت على يعني واي يعني عشان فوق تقريب 70-80 خلا راحت. ليش راحت يا أخي؟ واكلت وتسعمل تعشي. إهمال 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 إهمال. ما عندهم إمكانية. من اللي ما عندهم؟ الفلاحين ما عندهم إمكانية غير يعني. هسه انا يا اخي ما قدرت. شوف هذا قصة عمران. هاي حطيت لناس. هذا قصة عمران. شوف هاي هذا احلى تمر. هذا يضاهي البرحي. احلى تمر لكن السطر مال البرح. بس هذا قصة عمران. فسائل هواي الطينه. نعم. فسائل مال النخيل مال قصة عمران. بس هي المشكله هاي ورا هاي مال الغبار. وهاي كان في ساقط. هذا التمر قام يساقط. شوف هسه هاي قام يساقط. يعني هاي كلها مشكله هي. يعني شوف هذا العثيق هسه هاي نقول هذا هاي اصابات تحت. طبعا اصابات يعني شنو يعني هسه هذا شوف ايش قلت هسه بهاي. شوف هسه كلها مشاكل. هذا لام ديدان وغير هاي يعني هذا المفروض يتنظف. اي يتنظف بدايه الموسم. يعني بدايه الموسم بدي اقول لك مشكله يعني. بعد ما تجولنا بالحقل مالتك المزرعة مالتك، أريد نوجز هذا اللي شفناه واللي حكيته باختصار بكلمات مختصرة حتى تكون أقرب للشخص اللي يسمع. ما يحتاج يسمع كل التفاصيل، يسمع الملخص باختصار. يعني حقيقة أنا أتمنى وأنا أعتزم بوزارة الزراعة لأن أنا جزء من الحقيقة. نعم. وعشقت الزراعة. يعني أطلب من وزارة الزراعة إعادة السياسة الجديدة في دعم الفلاح من ناحية حتى الشجع على الاستقرار. أنا دائما أقول أهم شيء ما يصير اختلال توازن. اختلال توازن عند الفلاح يسوي مشكلة بين الإيرادات والمصروفات. ادعمه وودده. شوف شيريد خليه يحب الأرض أرضه أكثر. خليه يعشق الأرض. خليه يثبت لأن هو بلا الأرض ما يسوي شيء. هو هذا تعلمه البيئة هاي عايش بهاي البيئة. هذا واحد ينتقل لغير بيئة. هذا إذن الدعم. إذا اسمح لي نجي على الدعم الإنتاج الحيواني إلى المحاصيل الزراعية. دعم الفلاح هو بالكامل هو الأساس. الفلاح يعني هو عاشق الأرض. النخل إعادة السياسة بالتأهيل. وهاي يعني النخل هسه احنا لو اكو نخل واكو زرع هي صارت هاي مال الأتربة. وهاي مو كان حافظت. نعم. غطاء النباتي والأشجار قدر ممكن لو باقية. بس كلها اندثرت راحت. نعم. زين يعني هذا النخل اللي أشكال كل نخله شكل من الساوي والزهدي والبرحي. ليش يعني وذا مشكلة يعني ذا دعم وذا يعني نفرض الفلاح حتى لو مر في ظروف قاهرة وهو مبلغ بسيط يعني مو قليل مثلا 10 ملايين مسترد. وشنو قيمته يعني قصدك مبالغ مستردة موهبة. اي موهبة. نعم مستردة. واللي يشوفون عنده ظروف قاهرة يتعرض هاي خارج إرادة الإنسان. هاي حالات استثنائية. حالات استثنائية. هسه عوفنا من العفاء احنا الحالات الخاصة احنا نحشي بشكل عام. نعم. زين بعد هاي ماكو ان الدولة هي تتبنى. زين اكو موضوع البذور والاسمدة الكيميائية. احنا انت دائما تحكي على الدعم. تقول لها تحكي على الدعم. يا اخي كلها دعم البذور. بلا دعم مصر زراعة. انت اكلت عليك المشاريع الصناعية وحد المشاريع الزراعية. المشاريع الزراعية مجازفتها وخطورتها 100%. هسه مثلا شحة المياه. ايش قد نتائج عكسية طيب؟ ايش قد خسائر؟ ليش هاي هي كارثة؟ طبعاً. الابقار تعطيها مي مالح؟ لا اكيد مو هي مو مشكله. الدواجن تعطيها مي مالح. ليش هو أكيد. النقل مو زياده التكاليف.
صح. تنقل المي تجيبه بالمقطورات ها؟ صح. يعني احنا هسه بالمدينه ما جاي نحصل على مي، ما جاي نحصل على مي، يعني تجينا مثلا ساعه ساعتين وينقطع، فكيف هنا؟ واني دائما اكد، انا متى اتحدث لك بشكل فني وقانوني. نعم. انا من دا مو مساله على اساس بس بالعكس انا معاناه الفلاحين يجب تخليه يحافظ على، لان هاي مشكله الهجره بالنسبه للفلاحين اول شيء ضربه قاضيه له، بالاضافه الى راح يزاحم المدينه. موضوع معروف. العالم هي بالمدينه كثره البطاله انه يجيها انه فوج كامل. صح. ياثر على الوضع على البنيه التحتيه والغير المهم. صحيح. فهاي ما عدنا احنا تحدثنا في مجال اعاده السياسه الزراعيه. هاي ان شاء الله خير. سياسه زراعيه، استحداث بيانات كامله عن الاراضي المستغله والمستغله والغير مستغله متروكه والبساتين والمحطات الابقار والدواجن وينظرون بها، هم عمالقه يعني اكو اساتذه وعلماء. احنا طبعا بنهايه هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر دكتور، وان شاء الله نلتقي بيك ونلقى ارضك خضراء ونلقى المشروع مالك عامر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بيك. الله بارك الله بيك. شكرا جزيلا، في امان الله. الله يسلمك.